بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بإذن الله النهاردة هنعمل توكة شعر بسيطة. نبتدي كده ان احنا نعمل توك شعر، بس هناخد أبسط حاجة الأول. هنحتاج عندنا شريط ستان، ده شريط ستان العرض بتاعه 4 سنتي، وهنعوز معانا مازورة وإبرة وخيط، وعندنا ممكن توكة زي دي أو ممكن أستك اللي تحبيه. تمام، هنعمل إيه بقى يا حبايبي؟ كده نسمي كده بسم الله. هناخد معانا من الشريط ده جزئين، الجزء 25 سنتي بالشكل ده كده، ونعلم ناخد علامة كده. تمام، نقص ايه 25 سنتي. بسم الله. ناخد كمان 25 سنتي. طبعا احنا ممكن نعمل اللون التاني لون مخالف للايه، للشريط، يعني نعمل التوكة بلونين، بس انا حبيت ان اعملها بلون واحد دلوقتي عشان هي ايه، دي البداية بتاعت عمل توك معاكم، فتبقى بسيطة بالنسبة لحضراتكم. هناخد بقى 5 سنتي بس كده. بسم الله. يبقى احنا خدنا جزئين، الجزء 25، وهناخد كمان ايه 5 سنتي. طبعا الطرف دي كلها هنعملها بالولاعة زي ما احنا متعودين. بالشكل ده كده، تمام كده اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا هنتني اول جزء كده، ونضغط على نص الشريط بالطريقة دي. بعد كده نفرد الشريط على الجزء اللي احنا حددناه اللي هو منتصف الشريط. هنعمل هنتني ده كده، هنجيب الطرف ده كده والطرف ده كده، وهنخيطهم مع بعض بالشكل ده. تمام، ونخيطهم ايه مع بعض سراجة عادية خالص. نتأكد ان الأجزاء كلها متخيطة مع بعض بالشكل ده كده. بسم الله. طبعا ممكن تعملي توكة لبنتك بأبسط حاجة ومتتكلفش كتير جدا، لو رحت اشتريتيها من بره هتبقى أغلى من كده بكتير. وطبعا هتختاري الألوان اللي هي بتحبها، هتفرق طبعا، وحاجة بإيدك بالشكل ده كده، نفس اللي عملناه في الجزء ده هنعمله في الجزء التاني. انا هوريكم الجزء ده وبعد كده ايه، عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل، هعمل الجزء التاني في الفصل. تمام كده، هنسحب دي كده اهو بالطريقة دي كده. تمام بالشكل ده. بعد عندنا كده نربط، بس نثبت ونربط هنعمل واحدة زي دي بالظبط كده.
هنعمل ايه واحدة زي دي بالظبط كده تاني. عملنا الجزء التاني اهو، هنشبكهم مع بعض بالطريقة دي كده. ونلف عليهم الخيط برضو مع بعض بالشكل ده. بالطريقة دي اهي تمام. هنجيب الشريط اللي هو الجزء اللي احنا قلنا 5 سنتي، وهن ايه وهنخيطهم ايه من ورا كده. بس طبعا قبل ما نعمل الحركة دي هنيجي هنا هنضم دي كده ودي كده، ان احنا نديلها بس ايه كشكشة بسيطة بالطريقة دي. والجزء تاني برضو جهة تانية بنفس الطريقة كده. يا رب يكون الشرح واضح ويكون الفكرة بسيطة بالنسبة لحضراتكم. يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك بعد إذن حضراتكم. بالطريقة دي هنيجي هنا بقى نخيطه من تحت كده بالشكل ده. بالطريقة دي كده هون اعتقد ان الطريقة بسيطة جدا مفيش فيها اي تعقيدات. بالشكل ده حبايبي اهو نقطع الخيط بالشكل ده كده، اصبحت عندنا توكة بسيطة جدا اهي. ممكن نعمل لونين مختلفين برضه هيبقى شكلها احسن، بس انا حبيت ان هي ايه تبقى لون واحد في الاول كده عشان تبقى ايه بالنسبه لكم بسيطه تمام. هنجيب بقى إيه ممكن استك إيه توك او ممكن توكة شعر وهنلزقها بالشمع بالطريقه دي كده. هنجيب التوكة دي كده ونحط عليها حط الشمع هنا احسن بالطريقه دي. وهنلزقها بسيطة خالص اهي بالطريقة دي كده. لو هتروح تجيبي دي هتبقى مكلفة بالنسبة لك ومش هتبقى بالجمال ولا بالاتقان ده بالشكل ده كده. يا حبايبي شيل بس الشمال كده. اتمنى الفكرة تعجبكم ونتفاعل في القناة بعد اذن حضراتكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.